من محافظ الإنبار إلى رئيس البرلمان. أنت ما شاء الله بعدك شاب مرتب وموجه مثل ما يقولون، جابك لهذا المجال. كل من يقول أنا زعيم، انطيتهم الزعامة خليتها لهم، وأنا أشتغل رئيس مجلس النواب. في ذات السفينة التابعة لأبو مصطفى محمد الكربولي. برتقالي منظومة سياسية تسع الجميع ولا تقف على شخص. ناقم عليهم أستاذ فاقد الشيء لا يعطيه. وسام النجيفي لم ولن يكن. مش عندنا ديمقراطية بالعراق؟ التأثيرات الخارجية كان لها دور في تشكيل بعض المحاور. شاء أبو مصطفى أن يروح للمحور الآخر ونلتقي بالنتائج. من له ثقل بالميدان. ليش هذا التحسس من وجودك في البرلمان من القوى السياسية السنية؟ من ربعك؟ رافع متهم بقضايا إرهاب غير صحيح. سببها الخلافات اللي سببها أسامة النجيفي مع القوى السياسية بشكل عام. التحالف العزم المشكل مؤخرا أستاذ محمد، هل سيؤثر على طبيعة المنهج السياسي لتقدم؟ سووا علينا فضل بتحالفهم. والله الناس تعرف احنا من هم. قصف سفارات وقواعد عسكرية أمريكية في أي خانة تخلي؟ في خانة خدمة مصالح إيران.